مرحبا، الكوتش سمير معكم. 10 سنين فنون قتال بيتراوحوا بين كيشن كاي، ماوتاو، سيريساو، ام ان اي، اس اس اي، ال ال اي، دبليو زد، وبعض الفنون القتاليه الصينيه المعروفه بالهند. الصينيه المعروفه بالهند؟ طبعا يا حيوان، مش كانك عم تقلل من احترامنا يا كوتش. لا، اذا نحن مش قد الفنون القتاليه نحمل حالنا ونضب اغراضنا اللي مش عاجبه الكوتش سمير يزحط من هون هلا. تمام يا بهايم، الدرس الاول اليوم كيف نقدر نخلع باب بايدينا. ليش ما نخلع بايدينا؟ ما كلنا معنا فرود وبنبكشنا لبطتين ثلاثه فتنا على الباب. ماشي، طالما هالقد انت قوي يا رامبو وراسك عسكري، ليش من قبر دافع مصاري لتاخذ عندي صف؟ لا انت ما سؤال. لا روقوا قعدوا. مهم، ايدينا هن سلاح. هول سلاح، هودي هن سلاحنا اللي بدنا نستعملهم لنخلع فيهم. بس لما نخلع على الباب يا حكيم ونطلع لبرا برا من الغلط. لا يا عم، يا عم، لا قعدوا شوي، قعدوا، لانه وحده من هول هلا بودي لك عيطك كلها. مستوصف البتول، انا اسمي كوتش سمير، بتعيط لي كوتش سمير. ليش بدنا نخلع على الباب؟ لنعتبر حدا نايم مع مرتك جوا. قديش فينا نزور حدا نايم مع مرتي جوا؟ مرتي اسمها نوال، نايم مع احمد صديق عمري. بس زد بوزك لكف السيناريو. احمد ونوال نايمين ورا الباب جوا، وانا بدي اخلع الباب لفوت، لانه عشرة عمر بالنهايه. تفضلوا معي. هذا الباب اللي بدنا نخلعه بايدينا. هلا نحن اول شيء للباب ورا في مين؟ نوال واحمد. بنعطي انذار للاعداء، بنعيط لنوال اول شيء. نوال افتح الباب، عارفك مع احمد جوا، عارف مش حاعمل شيء. نوال مش حترد. نوال بنعيط لاحمد، احمد افتح الباب، عارفك مع نوال على نفس التخت، عشرة عمر رحنا بالنهايه، افتح. احمد نوال افتح الباب. مش عم يردوا؟ مش مشكله، هون نستجمع قوانا. وين؟ بالكوع. ياخذ نفس عميق، بنحضر حالنا لخلع الباب وبنخلع الباب. كسرت ايدي. لا اتركوني. نستنجد بالاعداء هون بهاللحظه. ليه؟ لانه احنا عشرة عمر بالنهايه، صح؟ يا احمد افتح الباب، كسرت ايدي. احمد خذوني على المستشفى، افتح الباب، خذوني على المستشفى، خذوني يا بهايم، خذوني على المستشفى. مش عم بحكي مع احمد، عم بحكي معكم، حموت انا، خذوني على المستشفى.